ذكرتم أنه يجوز للمحرم أن يلبس الإزار فقط، فهل يصح أن يصلي وليس على عاتقه منه شيء؟ الصحيح نعم لا بأس، جمهور أهل العلم على أنه لا بأس، إلا عند الإمام أحمد رحمه الله يقول لا بد أن يغطي أحد كتفيه، قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا أخذ به الإمام أحمد. أما الجمهور فيقولون هذا من باب الكراهية لا من باب التحريم، فيجوز أنه يصلي وهو مكشوف الكتفين. نعم.